أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال المميز الأستاذ إياد، صاحب ومؤسس إليجانس أوبتكس. أهلا أستاذ إياد. أهلا وسهلا بك. بداية مرحب فيك من برنامج رواد الأعمال ومن قناة ABC ترحيب حار، ونتمنى منك بداية عرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع مجال الأوبتيكالز. شكرا. اسمي إياد شاهين، أردني الجنسية، موجود بالإمارات من عام 2002. التحقت بواحدة من الشركات اللي لاحقا أصبحت من أكبر شركات التجزئة بالإمارات. كنت المدير المالي فيها لمدة 4 سنوات، بعدين عملت فيها كمدير عام للشركة. استمريت بالعمل فيها من سنة 2002 لعام 2016 مدير عام، بشرف على كل الجوانب وبشرف على التوسعات الخارجية، والحمد لله اكتسبنا خبرة جيدة في مجال البصريات. بال 2016 اخذت قرار بإني افتح ماي اون بزنس، عملي الخاص. فبدينا بافتتاح الفرع الاول عام 2017 في الغرير سنتر. هاي البداية اللي احنا بدينا فيها. أستاذ إياد، وقت اللي حبيت تفتح البزنس خاص فيه، كيف حبيت تتميز وشو بتعتبر اللي يميزكم وميز إليجانس؟ صحيح إنه مجال العمل بالبصريات من المجالات اللي سهل الممتنع الدخول فيها والعمل فيها، لأنه هذا المجال هو عبارة عن جزئين. في جزء من هذا العمل هو عمل طبي بالكامل، ونحصل فيه على مزاولة تراخيص من الدوائر الطبية في دولة الإمارات. والجزء الثاني هو عمل يتعلق بالفاشن. خلينا نحكي الجزء الطبي منه بحاجة لإدارة مركز طبي كما تدير مستشفى، نفس الأنظمة والقوانين، تخضع للرقابة، ويجب العمل بناء على معايير تحكمها قوانين وأنظمة، بالإضافة للتخصصية بالعمل. هذا الجزء الحمد لله كانت الخبرة فيه أكثر من ممتازة، فاستفدنا منها في بأنه إحنا مكنتنا من تعيين موظفين على مستوى عالي من الكفاءة، استخدام أجهزة ومعدات تخص عملية فحص البصر متقدمة. والآن إليجانس أوبتكس استحضرت في الأشهر الأخيرة آخر جهاز أو أحدث جهاز للعدسات، يستخدم لتصنيع العدسة بعد أخذ القياسات. في شركة ألمانية ومجموعة من الشركات الكبيرة صنعت جهاز جديد بيشتغل ديجيتال، فبياخذ القياسات بدقة عالية جدا. هذا الجهاز الآن موجود عندنا، وهو موجود تقريبا في 10 أو إلى 15 محل فقط بالإمارات محل نظرات. هذا واحد من الشغلات اللي بتميزنا إحنا بالعالم. فحص البصر نفسه عملية ليست بالستريت فورورد، مش مباشرة وبتطلع نفس النتائج في كل الأحوال. فيها جزء كبير يعتمد على مهارات الفاحص في معرفة أو في توصيف الدق بدقة درجات المريض، وفي والأهم من كل هذا الحكي هو الحل. ما هو الحل؟ يعني هذا الموضوع دائما وابدا التدريب عنواننا، في اعطاء اهم اعلى مستوى من التدريب لموظفينا بحيث انه يقدم افضل الحلول. هذا الجزء فيما يتعلق بكفاءه الموظفين. الجزء المتعلق بالمنتج اللي احنا بنقدمه، في هناك لنقل مستويات مختلفه من المنتجات، حريصين على توافر معظم المستويات هاي في محلاتنا، بحيث انه احنا بنقدم الحل بناء على ميزانيه المريض، لانه مش كل الناس بتقدر تشتري العدسات اللي هي مرتفعه السعر، بحيث انه اصبحت الان العدسات تحتوي على طبقات حمايه اضافيه. اهم طبقه حمايه الان مطلوبه بالسوق واحنا بنقدمها لزبايننا هي ما يسمى بالبلو كات بروتكشن لينسز، اللي هي خلينا نحكي تحمي نظارات او تحمي عيون المريض من الاشعه الزرقاء. عشان يكسر المريض بعد ما يستخدم هاي العدسه
أصبح بنام براحته، ما بيشعر بتوتر وقلق في الليل، ما بيشعر بحرقان بالعينين، وهي هاي أهم ميزة بنقدمها الآن بالعدسات اللي إحنا عدا عن الحماية الطبيعية أو التقليدية من الـ UV protection والحماية اللي بنقدمها بالعدسات الشمسية من 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 الأشعة الضارة القادمة من الشمس. أستاذ إياد، بعد النجاح الرائع اللي حققته طوال السنوات السابقة، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟ من المعروف إنه إمارة دبي إمارة سياحية من الدرجة الأولى، فيها تعدد ثقافات، وبالتالي الاستثمار يجب أن يراعي التنوع الثقافي اللي موجود بدولة الإمارات وبدبي. إحنا من تجاربنا بالسنوات الماضية، هاي البيئة المتغيرة واللي تغيرها في معظم الأحيان كان تغير إيجابي، بننصح دائما المستثمرين بأنهم ينظروا للفرص وكذلك ينظروا للمخاطر. الفرص لأنها كبيرة، والامتناع عنها والخوف من الإقدام على الاستثمار بضيع الفرص اللي مش متوفرة برأيي الشخصي في كثير من الدول المجاورة وفي دول العالم. وبنفس الوقت المخاطر يجب أن يتم النظر إليها بعقلانية وعدم المجازفة في عمليات الاستثمار. فخطتنا المستقبلية إنه إحنا نفتح مزيد من الفروع، نتنوع جغرافيا في الإمارات الأخرى مع الحفاظ على مستوى خدماتنا كما هي وتطويرها للأفضل. بالنهاية ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي بتابعوك حاليا كيف نقدر نوصل ونتواصل مع إليجانس أوبتكس؟ إليجانس أوبتكس حاليا موجودة في مركز الغريب بمنطقة ديرة، احنا بالطابق الثاني الفرع الرئيسي عندنا، وفي عندنا فرع آخر في الطابق الأرضي، وإن شاء الله في المستقبل القريب جدا راح تشوفونا في مولات أخرى في دبي وخارج دبي بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذ إياد، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. تسلم، شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.